السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخبار العاشرة مساء من تلفزيون سلطنة عمان، وفي أبرز عناوينها: السلطنة تحافظ على المرتبة 40 في التقرير العالمي للجاهزية الإلكترونية للعام 2014. الرئيس الفلسطيني يؤكد أن الحكومة المقبلة ستنبذ العنف وتعترف بالاتفاقيات الدولية. جولة إعادة في انتخابات الرئاسة الأفغانية بعد إخفاق المرشحين في الحصول على أغلبية مطلقة. إلى تفاصيل هذه النشرة، بسم الله الرحمن الرحيم. بعث حضرة صاحب الجلالة سلطان قابوس بن سعيد المعظم أبقاه الله برقية تعزية ومواساة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة جوهرة بنت فيصل بن عبد العزيز. أعربت جلالته فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأخيه خادم الحرمين الشريفين، داعيا الله تعالى يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فوري جيناس جيمبه رئيس جمهورية توغو بمناسبة العيد الوطني لبلاده. ضمنها جلالته خالص التهاني وأصدق الأماني لفخامته ولشعب بلاده الصديق. كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور جاكوب زوما رئيس جمهورية جنوب أفريقيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. ضمنها جلالته التهانية والتمنيات الطيبة لفخامته ولشعب بلاده الصديق. وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور إرنست باي كوروما رئيس جمهورية سيراليون بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. ضمنها جلالة السلطان المعظم خالص تهانيه وصادق تمنياته لفخامته ولشعب سيراليون الصديق. حافظت السلطنة على المرتبة 40 في التقرير العالمي للجاهزية الإلكترونية للعام 2014 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وكشف التقرير عن استمرار السلطنة في تقديم الأداء المتميز في تطوير الخدمات الإلكترونية في القطاعات الحكومية، موضحا بأنها جاءت في المرتبة 12 على مستوى العالم في الإنفاق الحكومي على التقنيات المتقدمة، كما احتلت المرتبة 13 في مدى أهمية تقنية المعلومات والاتصالات ضمن الاستراتيجيات والرؤية الحكومية. في محطتها الخامسة أجرت وزارة الخدمة المدنية الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية للوظائف المعلن عنها لمحافظة البريمي، وذلك ضمن خطتها لتوظيف 2095 مواطنا ومواطنة في مختلف محافظات السلطنة، والتي ستستمر حتى الأسبوع الأول من الشهر المقبل. 340 مواطنا ومواطنة جاءوا إلى هنا تقودهم آمالهم للتنافس على 62 شاغرا وظيفيا في مركز يقام ولأول مرة في محافظة البريمي. بالنسبة للوظائف المخصصة لمحافظة البريمي، قررت وزارة الخدمة المدنية أن تفتتح هذا المركز لكي تسهل على أبناء المحافظة صعوبة الذهاب إلى مسقط، وكذلك ليتمكنوا من الدخول في الاختبار بأريحية. بدأت الاختبارات رافعة شعار الشفافية، فالحظوظ هنا متساوية ولا مجال لتدخل العنصر البشري في تحديد النتيجة، فكل شخص يجلس بمفرده على جهاز الحاسب الآلي في ظل حرص واضح من قبل المسؤولين على سير العملية بنجاح. في كان 50% من الأسئلة للتخصص، بما أن يعني كان مثلا وظيفتي كانت اللي قدمت عليها كاتبة شؤون مالية، كان أغلب عن بما أنها الوظيفة تختص يعني بإدخال البيانات والكمبيوتر والأشياء،
كان 50% من الأسئلة عن كيفية استخدام النظام، فأما 50% الثاني كان أسئلة خارجية ما لها علاقة بالوظيفة. والله النظام أعتبره أنه نظام ممتاز، نعم. على حسب مثل ما تقول القاعة، نعم. أو حسب الشروط يعني الموضوعة، نعم. وبعد بالنسبة للأسئلة الاختبارات الحمد لله أنا أشوف أسئلة مناسبة والحمد لله رب. كان الاختبار سهل، والمعلومات اللي نحن درسناها في التخصص والمعلومات العامة كانت وايد سهلة. انتهى الزمن المخصص للإجابة ومعه ازدادت خفقات القلوب، وهنا في قاعة إعلان النتائج لا شيء يستميل العين إلا هذه الشاشة، فمن خلالها سيتم الفصل بين المتنافسين. أحلام وطموحات تحققت هذا اليوم، وأخرى عليها أن تنتظر ربما إلى أجل قريب، فما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. أنور بن زاهر الغريبي، محافظة البريمي. أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه ما زال مستعدا لتمديد محادثات السلام المتعثرة مع إسرائيل بمجرد أن تلتزم بإطلاق سراح الأسرى ووقف البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة. جاء ذلك خلال خطاب للرئيس الفلسطيني اعتبرته حركة حماس إيجابيا، خاصة وأنه يؤكد على ضرورة تحقيق المصالحة على حد قول متحدث باسم الحركة. حمل خطاب الرئيس الفلسطيني أمام اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير أكثر من قضية: حكومته التوافقية ستعترف بإسرائيل وتنبذ العنف. قال عباس: فيما العلاقة مع إسرائيل أن لا اعتراف بيهوديتها. الرئيس الفلسطيني ورغم إيقاف إسرائيل للمفاوضات أبدى الاستعداد لتمديدها وفق مطالب الإفراج عن الأسرى وسقفها الزمني 3 أشهر. على الطاولة نضع الخارطة، خارطتنا لمدة 3 أشهر، بحث في الخارطة. خلال هذه المدة وإلى أن يتم الاتفاق على الخارطة يتوقف كل النشاطات الاستيطانية بالكامل. المجلس المركزي الذي يلتئم على مدار يومين يتداول في دفع اتفاق المصالحة إلى الأمام والوضع السياسي التفاوضي مع إسرائيل التي لا تريد حلا دائما ولا حلا للدولتين، وفق عباس الذي أكد أن إسرائيل دولة احتلال وعليها تحمل مسؤولياتها. نحن سنقول لدولة إسرائيل: تبعوا، أنتم دولة احتلال، أنتم المسؤولون عن كل شيء هنا، عن كل هذه الفراغات اللي هنا، تفضلوا تحملوا مسؤولياتكم. بعد يومين، وبالتالي إن إسرائيل استجابت للرؤية الفلسطينية ولاستحقاقات عملية التفاوض والسلام، فبالتأكيد القيادة الفلسطينية والوفد المفاوض على رأسه الرئيس سيعطي بعد إيجابي لهذا الأمر. ويرى الفلسطينيون أن رفضا أمريكيا وإسرائيليا لحكومة التوافق لا مبرر له، وأن تشكيلها يأتي وفق الالتزامات الفلسطينية. نحن لم نفعل أي شيء غير معروف، والحكومة ستكون حكومة الرئيس أبو مازن وتتكون من مستقلين، ولن يوجد فيها أي حدا من أي حزب سياسي ولا من حركة حماس. فما هو الذي سبب خيبة أمل الأمريكان؟ يجب أن يخيب أملهم من إسرائيل مش منه. وفي سياق آخر، ينظر الفلسطينيون بأهمية لمطالبة هيومان رايتس ووتش جيش الاحتلال بوقف قتل المدنيين عند حدود غزة، وأن هذه التقارير يجب أن توظف في المحاكم الدولية. مركز منظمة التحرير سيضع الخطوط العريضة لتمديد أو وقف المفاوضات بغض النظر عن تجميد إسرائيل لها. والمطالب الفلسطينية تتركز الإفراج عن الأسرى وترسيم الحدود إن كان هناك مفاوضات بين الجانبين. أحمد زكي العريدي، تلفزيون سلطنة عمان، فلسطين. أعلنت الحكومة العراقية عن استعانتها بخبراء من وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون لتأمين الانتخابات التشريعية المقبلة مع تصاعد أعمال العنف خاصة في العاصمة بغداد. يأتي ذلك في وقت تواصل فيه القوات العراقية حملتها العسكرية ضد مسلحين يسيطرون على مبان في الفلوجة. بدأت قوات الأمن العراقي بإعلان حالة الإنذار القصوى أو ما يعرف بالإنذار البرتقالي استباقا للعملية الانتخابية البرلمانية المقررة خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي استبقت بهجوم عنيف استهدف تجمعا لمحتفلين لكتلة الصادقون الانتخابية وسط العاصمة بسيارة مفخخة وحزام ناسف أوقع أكثر من 100 ضحية بين قتيل وجريح. هناك وضع أمني خاص، هناك محاولات خاصة
لتفجير الوضع في العاصمة بغداد، خصوصا في هذا الوقت الحالي قبيل الانتخابات. هذه المحاولات إن شاء الله تبوء بالفشل بسبب تصدي الجيش العراقي لوضع حد من تمادي وتجاوز الجماعات المسلحة. وعلى صعيد عملية الأنبار، أرسلت الحكومة العراقية 4 أفواج للقتال في الفلوجة استعدادا لاقتحامها، مما خلف أكثر من 30 قتيلا من تنظيم داعش الذي ما زال مسيطرا على سدة الفلوجة. هذا جزء من الخطة التي تنظمها هذه القوى المعادية للعراق والمنظمة، وأعتقد من الضروري جدا أن تهتم الحكومة العراقية ومؤسسات العسكرية بضرورة يعني الكشف عن أبعاد هذه القضية وإزاحة كل تعتيم عنها. تصاعد العنف حدا بالولايات المتحدة لأن ترسل وفدا أمنيا رفيع المستوى من البنتاغون لمساعدة ومساندة قوات الأمن العراقية خلال الأيام المقبلة، والتي يتوقع المراقبون أن تشهد القمة في التصعيد. إجراءات استباقية واحترازية بدأتها الحكومة العراقية بإعلانها تعطيل الدوام الرسمي ولكافة الدوائر الحكومية ابتداء من غد، وهو ما يشير إلى القلق الواضح لما سيحمله قادم الأيام. لتلفزيون سلطنة عمان، ناغم التميمي، بغداد. وإلى أفغانستان، حيث أظهرت نتائج أولية اليوم أن انتخابات الرئاسة ستشهد جولة إعادة بين وزير الخارجية السابق عبد الله والمسؤول السابق بالبنك الدولي أشرف عبد الغني بعد إخفاقهما في الحصول على أغلبية مطلقة. وقالت اللجنة المستقلة للانتخابات إن عبد الله أنهى الجولة الأولى في الصدارة بحصوله على نحو 45%، يليه عبد الغني الذي حصل على 31%، في محل زلماي رسول في المركز الثالث. ومن المتوقع إعلان اسم الرئيس الأفغاني الجديد في 14 مايو المقبل. ونبقى في أفغانستان، حيث قتل 5 جنود بريطانيين تابعين لقوات المساعدة الأمنية الدولية إيساف جراء تحطم مروحياتهم بالقرب من ولاية قندهار جنوب العاصمة كابول. وقالت إيساف في بيان لها إنها بدأت التحقيق في الحادث دون أن تقدم مزيدا من الإيضاحات حول مكان وسبب تحطم الطائرة. من جانبها، تبنت حركة طالبان الأفغانية المسؤولية عن الحادث الذي يعتبر الأكثر دموية للقوى الدولية منذ مقتل 6 جنود أمريكيين في تحطم مروحية بولاية زابول الجنوبية في ديسمبر الماضي. قررت مجموعة الدول الصناعية 7 الكبرى فرض عقوبات جديدة على روسيا، وذلك في خطوة منها لمواجهة ما اعتبرته تهديدات ضد أوكرانيا. من جانبها، أعلنت مستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن لقاء سيعقد بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل لبحث العقوبات الجديدة على موسكو. هذا واتفقت مجموعة 7 كما جاء في بيان على تعزيز دور بعثة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في أوكرانيا، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق والتحرك بشكل عاجل لتشديد العقوبات على روسيا. نشرتنا مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان، وتتابعون فيها بعد قليل. حفاظا على البيئة، بلدة ألمانية تستغل القوارب لتوصيل البريد. السلطنة تحافظ على المرتبة 40 في التقرير العالمي للجاهزية الإلكترونية للعام 2014. الرئيس الفلسطيني يؤكد أن الحكومة المقبلة ستنبذ العنف وتعترف بالاتفاقيات الدولية.
جولة إعادة في انتخابات الرئاسة بأفغانستان بعد إخفاق المرشحين في الحصول على أغلبية مطلقة. مرحبا بكم مجددا. بعد انقطاعها لسنوات عادت عين المنزه بولاية وادي المعاول للجريان، وإلى جانب فوائدها الطبية تتميز مياه العين بوجود مادة كبريتية تغير الأساور الفضية إلى اللون الذهبي والعكس قبل أن تعود إلى شكلها الطبيعي. تتميز هذه العين بالمياه الكبريتية التي يزورها الأهالي وعدد من السياح للتشفي والعلاج من بعض الأمراض الجلدية من خلال الاستحمام والغسيل بمياهها الكبريتية، حيث تشتهر بها مجموعة من الحفر الصغيرة على شكل أحواض تتجمع فيها تلك المياه ثم تنساب في الوادي. عين المنزف تعتبر إحدى العيون الكبريتية التي بها عدة مخارج للعيون، 4 أو 5 عيون تقريبا، منها عين الاستشفاء ومنها عين تحول الفضة إلى من اللون الفضي، نقول من الفضة تحوله إلى اللون الذهبي. أبرز ما يميز هذه العين وجود أحواض كبريتية تغير الأساور الفضية إلى اللون الذهبي ولفترة قصيرة ثم تعود لشكلها الطبيعي. وقد قسم الأجداد قديما مياه تلك العين بنظام دقيق لري المزروعات. نطالب مظلات حل هذه المنطقة ودورات مياه عشان الزائرين واللي يجوا يكون مكان مؤهل للجماعة هذا. قد تقل مياه العين كثيرا وتكاد تنعدم في فترات الصيف الحارة والجافة، إلا أن المزارع تنتشر على ضفاف الوادي كأشجار النخيل وبعض الحمضيات والأعلاف وغيرها. طبعا تعتمد على نقاوة الفضة، إذا كانت الفضة نقية ما يحتاج فترة طويلة، تقريبا من دقيقة إلى دقيقتين يتحول لون الفضة إلى اللون الذهبي. لكن إذا كانت الفضة غير نقية وبها شوائب تأخذ فترة طويلة، من 5 دقائق، 7 دقائق أو 10 دقائق. فيما بنى الأجداد الأوائل حول العين جدارا من الجص والإسمنت العماني ما يعرف بالصاروج العماني، ولا تزال آثار ذلك الجدار باقية حتى اليوم رغم مرور الوادي عليه على مدى السنوات الماضية، كما يوجد مسجد قديم. ويمكن الوصول إلى العين من عدة أماكن، وأسهل هذه الأماكن الطريق الذي يربط ولاية وادي المعاول بقرية الأبيض بالانعطاف يسارا جهة الجنوب سالكا نفس الوادي حتى الوصول إلى هذا المكان. لتلفزيوني سلطنة عمان، سعود بن سعيد المعولي، ولاية وادي المعاول، محافظة جنوب الباطنة. تمكن مواطنون من إنقاذ شاب شارف على الغرق في مجرى سد وادي ضيقة بولاية قريات، وتم نقله إلى المستشفى وحالته الصحية مستقرة. وأوضح حساب الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف صورة لشبان يسبحون في حوض التهدية التابع للسد على الرغم من التحذيرات المتكررة وحوادث الغرق السابقة. سجلت محطات الرصد ومعدلات الأمطار وجريان الأودية في عدد من محافظات السلطنة التي تأثرت بالمنخفض الجوي الأخير ما أدى إلى جريان الأودية وامتلاء بعض السدود. ففي محافظة جنوب الباطنة سجلت ولاية العوابي أعلى كمية لهطول الأمطار بلغت 50 ملم، أما في محافظة الداخلية فقد سجلت ولاية الحمرة 35 ملم، فيما سجلت محافظة شمال الشرقية بولاية دمة والطائيين 28 ملم، وسجلت محافظة مسقط أقل كمية لهطول الأمطار بلغت 7 ملم بولاية العامرات. وتراوحت معدلات امتلاء السدود بين 100 مليون متر مكعب كما في سد وادي ضيقة بولاية قريات، و15 مليون متر مكعب في سد وادي بني خروص بولاية العوابي، فيما سجل سد الفرع بولاية الرستاق 1 مليون متر مكعب.
على صهوات الجياد التقى نحو 100 فارس من مختلف محافظات السلطنة بميدان نادي الشموخ للفروسية بولاية مناح. المهرجان كان محطة الختام لموسم فعاليات رياضات الخيل التقليدية التي يشرف عليها الاتحاد العماني للفروسية. 100 فارس يمتطون صهوات جيادهم من مختلف محافظات السلطنة، حرصوا على التوافد لميدان الفروسية بولاية مناح في مشهد تراثي عبر عن اهتمام الإنسان العماني المتواصل بالفروسية. بالنسبة لفعاليات الموسم لهذا العام، نعم، تشرف الاتحاد بتنظيم العديد من فعاليات رياضات الخيل التقليدية، انطلقت من ولاية صحم ومن ثم ولاية بهلة ونيابة سناو، إضافة إلى فعاليتين في مهرجان مسقط السياحي، وبعد ذلك اليوم هنا في ولاية مناح. من سنة السبعينات الستينات يعني عندنا خيول، أول تأتينا الداخلية خيول من نذب عن البلاد. أول ماشية بلدية وماشية شغال ما طاين لخيول حتى نداوم عليهم. المشهد يلفت الأنظار، حيث الشباب العماني بمهاراتهم وقدراتهم يقدمون لوحات هنبل الخيل والتحوريب وفنون الفروسية التي ينفرد بها الفارس العماني وتتناقلها أجيال الفرسان. لحظات طيبة جدا تمثل فيها التراث التقليدي العماني، نشارك فيها الأهالي والشعب العماني هذه الموروثات التراثية التي تمثل الشهامة والرجولة لدى المجتمع العماني. علمنا عمي، كنت 5 سنوات عمري، وعلمنا ركوب الخيل. الفنون العمانية والشعر لهما ارتباط وثيق بمهارات الفروسية، حيث يتغنى الشعراء في مثل هذه المناسبات بحب الوطن والاعتزاز به. قابوس، أنت الذي سطرت ملحمة لا يكمن المجد إلا حين يرويها، وما بدت فتنة إلا انبريت لها بضربة من سيوف العدل تريها. المهرجان شكل فرصة في زاويته الأخرى للمصورين والهواة، حيث أطلقوا العنان لعدسات التصوير تلتقط اللحظات النادرة في مثل هذه المناسبات التي تحمل بعدا تراثيا وثقافيا وتاريخيا بامتياز. وبانتهاء مهرجان اليوم يكون الاتحاد العماني للفروسية قد أسدل الستار على هذا الموسم لرياضات الخيل التقليدية، على أمل أن نشهد موسما آخر خلال الأشهر القادمة. سعيد بن الذيب الهنائي من محافظة الداخلية ولاية مناح. ومن أجواء الفروسية إلى أسواق المال، والزميل علي بن محمد الصحر. النشرة الاقتصادية برعاية قطع دجاج الصفاء. هل هناك المزيد؟ أنا أحافظ على صحة وسعادة عائلتي بتقديم منتجات الصفاء دائما. 100% حلال، 100% طبيعي وشهي، 100% عماني، طازجة وطبيعية وشهية مع كل لقمة. شكرا للزميل صالح، وأهلا بكم مشاهدينا إلى الأخبار الاقتصادية وفي أبرز العناوين. مجموعة إيرباص الأوروبية تطلق أول طائرة كهربائية في فرنسا تمهيدا لصناعة طائرات شحن مماثلة. أهلا بكم. أطلقت مجموعة إيرباص الأوروبية أول طائرة كهربائية من نوعها برحلتها الأولى في فرنسا، والتي تمهد لطائرات شحن كهربائية ضخمة بعد 20 عاما. والطائرة تتسع لراكبين وتعمل ببطاريات ليثيوم، حيث سيتم إنتاج الطائرة مع نهاية 2017. في خطوة مهمة ستمهد لتطوير طائرات شحن كهربائية ضخمة من المتوقع البدء باستخدامها بعد 20 عاما، قامت الطائرة الكهربائية الأولى لمجموعة إيرباص الأوروبية برحلتها الأولى في فرنسا، حيث وصفها وزير الاقتصاد بأنها ثورة في قطاع الطيران. نحن جميعا مقتنعون بأنها طائرة المستقبل. في غضون سنوات قليلة سترى هذه الطائرة في المدارس النموذجية، ليتم السماح
للطيارين بالعمل من دون خوف من الضجيج. اليوم إنها الرحلة 23. الرحلات السابقة أظهرت أن التحليق بالكهرباء ممكن وفعال. في المستقبل سيكون هناك مساحة أكبر لهذا النوع من الطائرات. والطائرة الصغيرة التي تتسع لراكبين ويبلغ طولها أكثر من 7.5 أمتار وعرضها حوالي 9 أمتار تعمل ببطاريات ليثيوم، وقد نفذت رحلة رسمية أولى لحوالي 10 دقائق وتمت تجربتها مرات عدة منذ شهر مارس الماضي، فيما بلغ بالإجمال حوالي 15 ساعة طيران، على أن يتم إنتاج الطائرة مع نهاية العام 2017. وأكدت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد أنه يوجد حوالي 75 مليون شاب باحث عن عمل في العالم. وشددت الأونكتاد في بيان لها، شددت على أن هناك حاجة ماسة لتبني سياسات تمكن الشباب من بدء مشروعاتهم الخاصة وتوفير فرص عمل للآخرين، وأشارت إلى أن هذا الموضوع سيكون محور النقاش في الاجتماع الدولي السادس للجنة الاستثمار والتنمية في جنيف بمشاركة العديد من الوزراء المعنيين. وعالميا أيضا، أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن إطلاق مفاجأة وصفتها بالكبرى، وذلك في مجال الهواتف المتحركة خلال العام الجاري دون إعطاء تفاصيل أخرى، إلا أن متابعين أكدوا أن الشركة تعمل على تطوير جهاز جديد غير تقليدي يلبي حاجات المستخدمين. وتعتمد الشركة في إنتاجها للهواتف المحمولة على الأبحاث التي تلبي احتياجات المستهلك في السوق، حيث يعمل عملاق الصناعات الإلكترونية على تحسين خصائص هواتفه الحديثة بناء على ملاحظات العملاء. مشاهدينا، كانت هذه أبرز عناويننا الاقتصادية، والآن عودة إلى الزميل وبقية أخبار النشرة. النشرة الاقتصادية برعاية قطع دجاج الصفاء. هل هناك المزيد؟ أنا أحافظ على صحة وسعادة عائلتي بتقديم منتجات الصفاء دائما. 100% حلال، 100% طبيعي وشهي، 100% عماني، طازجة وطبيعية وشهية مع كل لقمة. شكرا علي. وإلى ألمانيا، حيث يبدو أن التاريخ يعيد نفسه في بلدة شيبرفيلد، حيث عاد سكان البلدة إلى استخدام القوارب كوسيلة لتوصيل البريد في جميع نواحي البلدة، وهدفهم من ذلك كما يقولون الحفاظ على البيئة. اتجهت بلدة شبريفالد الألمانية إلى استغلال القوارب لتوصيل البريد للسكان في جميع نواحي البلدة، في خطوة تهدف للحفاظ على البيئة في البلدة التي تعتبر محمية طبيعية، علاوة على كونها طريقة أسهل وأسرع. وتوجه ساعية البريد أندريا بونار دفة القارب باستخدام مشداف طويل يبلغ طوله 9 أمتار لتجتاز مسافة 8 كيلومترات يوميا لتوصيل البريد إلى نحو 65 عنوانا. وتعشق بونار العمل في هذه الطبيعة والهواء الطلق، مؤكدة أن لا شيء يثبت عزيمتها حتى الأمطار. يتواجد هذا التقليد في تسليم البريد منذ أكثر من 100 عام. إنه أمر مرحب به، لأن الكثير من البيوت الريفية في البلدة لا يمكن الوصول إليها عبر الطرق، ولكن عبر المجرى المائي فقط. إنها طريقة سهلة وصديقة للبيئة وسريعة لتسليم البريد، فلما لا نتمسك بهذا التقليد؟ أنا أحب ذلك فعليا. ويجري تسليم الطرود والرسائل والبطاقات البريدية طوال فترة الصيف وحتى شهر أكتوبر باستخدام زورق أصفر اللون تبحر به ساعية البريد عبر القنوات المائية الضيقة ذات المناظر الخلابة. ولا تسلم بونار البريد فقط، ولكنها تباشر مهام مكتب بريد صغير، إذ يسلم لها العملاء بريدهم وطرودهم، كما يشترون الطوابع البريدية منها أيضا. وعلى سبيل التكريم لكونها ساعية البريد الوحيدة في ألمانيا التي تستخدم القارب في عملها، صنعت لها هيئة البريد الألمانية طابعا خاصا عليه صورتها والقارب والمجداف.
يبدو أن البريد التقليدي لا يزال يحتفظ برونقه. وبهذا أعزائي المشاهدين نختم نشرتنا، وهذا تذكير بالعناوين. السلطنة تحافظ على المرتبة 40 في التقرير العالمي للجاهزية الإلكترونية للعام 2014. الرئيس الفلسطيني يؤكد أن الحكومة المقبلة ستنبذ العنف وتعترف بالاتفاقيات الدولية. جولة إعادة في انتخابات الرئاسة بأفغانستان بعد إخفاق المرشحين في الحصول على أغلبية مطلقة. شكرا لمتابعتكم، نترككم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا. وإلى آخر الأحوال الجوية، الصورة الجوية توضح تدفق السحب العالية والمتوسطة يتخللها بعض السحب المنخفضة هنا في شمال ووسط شبه الجزيرة العربية، بالإضافة إلى بعض السحب المتدفقة نحو السواحل الجنوبية الشرقية للسلطنة. عدا ذلك تبقى الأجواء شبه جافة على معظم المحافظات الشمالية والوسطى للسلطنة. بالنسبة لحركة الرياح، الرياح جنوبية شرقية هنا في محافظة ظفار تصل إلى 15 عقدة، تتحول إلى جنوبية غربية في محافظة الوسطى وشمال السلطنة. عدا ذلك تبقى شمالية شرقية على سواحل بحر عمان. بالنسبة لحالة البحر على سواحل السلطنة المطلة على بحر العرب، متوسط الموج ويصل أقصى ارتفاع له مترا واحدا ونصف المتر، والرطوبة النسبية بين 45 و 95%، مع تواصل تكون الضباب والسحب المنخفضة هنا على سواحل الوسطى وشمال محافظة ظفار. هنا في بحر عمان البحر هادي الموج ويصل أقصى ارتفاع له مترا واحدا وربع المتر، والرطوبة النسبية بين 20 و 65%. هذا يعني أن درجات الحرارة سترتفع قليلا في النهار القادم حول منتصف الثلاثينات أو أعلى في مسقط، والأجواء مشمسة في الرستاق عند أوائل الأربعينات وفي جنوب الباطنة بشكل عام. شمال الباطنة أيضا حول منتصف الثلاثينات هنا في صحار 35 وفي خصب 39 درجة مع أجواء مشمسة. في إبرة وشمال الشرقية في الأربعينات أوائل الأربعينات مع احتمال تكون بعض السحب خلال ساعات ما بعد النهار. في نزوة 40 درجة، 18 درجة في جبل شمس، عبري 41 درجة مئوية، وفي البريمي عند أواخر الثلاثينات والأجواء أيضا مشمسة. في محافظة ظفار بعض السحب المتدفقة هناك 31 درجة في صلالة و37 في ثمريت. في هيمة 40 درجة مئوية مع رياح جنوبية غربية قد تكون مثيرة للأتربة في بعض الأحيان. في مصيرة 36 درجة مئوية مع أجواء مشمسة، وفي صور تقترب من منتصف الأربعينات مع أجواء مشمسة أيضا. كان هذا كل ما لدينا من أخبار للطقس حتى الساعة. أدعوكم الآن لمتابعة أجواء باقي ولايات السلطنة. شكرا لكم، إلى اللقاء.